السلام عليكم. تتصاعد الحملة العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وذلك بعد سلسلة عمليات قاسية استهدفت قيادات وكوادر عسكرية في حزب الله، بدأت بتفجير أجهزة البيجر ثم أجهزة الاتصال اللاسلكي، وتلا ذلك اغتيال عدد من قيادات الصف العسكري الأول. يأتي التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان والضربات المفاجئة محاولة لكسر إرادة حزب الله، خاصة بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت الذي أعلن عن مرحلة جديدة من الحرب، وأن مركز عمليات جيش الاحتلال يتحرك نحو الشمال. ويرى محللون إسرائيليون أن العمليات الأخيرة ضد حزب الله كشفت عن خروقات لمنظومته الأمنية أفقدت الحزب عددا من المزايا التي يتمتع بها، مشددين على ضرورة استغلال الوضع الراهن في استمرار العمليات الهجومية بشكل متعاظم وتسريع وتيرتها وتعزيزها، هدفها إلحاق الضرر بمنظومة الردع لدى الحزب وإضعاف منظومة القيادة عبر تصفية قيادات عسكرية وازنة وإظهاره في حالة انكشاف أمني في محاولة للتأثير على مكانته لبنانيا وإقليميا. وفي هذا السياق تطرح نقاشات واسعة بشأن أهداف التصعيد الإسرائيلي وتداعياته على الحزب والخيارات التي يمتلكها للرد، خصوصا في ظل حدوث تحول عميق في نظرة إسرائيل أساسا إلى الصراع سواء مع الحزب أو على مستوى دول الإقليم. وهنا لابد من الإشارة إلى طبيعة الموقف الإيراني بهذا الصدد، حيث عبرت تصريحات كثير من المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن عدم رغبة طهران في اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وأشار في أغلب تصريحاته سواء خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على هامشها إلى أن بلاده تريد السلام ولا تريد الحرب، مشددا على أن إسرائيل هي التي تسعى إلى خلق هذا الصراع الواسع. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: هل سيستجيب حزب الله لشروط إسرائيل وينسحب إلى ما وراء نهر الليطاني؟ هل التوقعات تشير إلى اجتياح بري؟ هل ستتدخل إيران لحماية حزب الله؟ وما دلالات تصريح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي قال إن بلاده مستعدة لخوض التوتر مع إسرائيل، ونفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات رئيسه؟ وما مدى دقة أن عودة سكان شمال إسرائيل هي سبب الحرب الإسرائيلية أم يتعدى ذلك لنزع سلاح حزب الله؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان الحرب بين إسرائيل وحزب الله واحتمال توسعها. سيكون معنا عبر خدمة زوم رئيس حزب حركة التغيير الأستاذ إيلي محفوظ. أستاذ إيلي، حياكم الله، مرحبا بكم. وسيكون معنا عبر سكايب الباحث السياسي والخبير في حل الصراعات الدكتور عبد الله أبو عدس. دكتور عبد الله، مرحبا بكم، حياكم الله. حياكم الله سيدي، لكم ولضيوف الكرام والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. ومشاهدينا، ننتظر انضمام أستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. على أي حال نحن بالانتظار. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بإذن الله. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع. نبحث موضوع الحرب بين إسرائيل وحزب الله واحتمال توسعها. أجدد الترحيب بضيوفنا وبكم مشاهدينا الكرام. أبدأ معكم دكتور طارق، أنتم في عجلة من أمركم، يعني سلسلة عمليات وصفت بالقاسية بدأت بتفجير أجهزة البيجر، بعدها استهدفت قيادات حزب الله من الصف الأول، ولكن السؤال المطروح: هل جاءت هذه الهجمة الشرسة
محاولة لكسر إرادة حزب الله أم هناك ربما غايات أخرى دكتور؟ لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين، يعني للأسف يعني نحن الآن نعيش في وضع صعب في لبنان نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولكن حتى نضع الأمور في نصابها لو سمحت لي بسرعة. طوال 20 سنة الماضية لم يترك حزب الله اللبناني مو بقاء إلا وارتكبها بحق الشعب اللبناني وشعوب الدول العربية من سوريا واليمن والعراق وشعوب دول الخليج، من عمليات خطف وقتل واغتيالات ومخدرات وتعطيل لمرافق الدولة وسب وشتم وتهديد باحتلال مكة وقتل العرب والمسلمين. ما يجري الآن في لبنان، لنكن صريحين، نحن ضد العدوان، ولكن لنكن صريحين، ما يجري الآن في لبنان من أعمال قتالية ليست معركة الدولة اللبنانية ولا اللبنانيين مع العدو الصهيوني، بل معركة ميليشيا إيران، ساعة تشاء تفتحها وساعة تشاء تغلقها، تحت عناوين تارة مساندة فلسطين وطورا الانتقام لقتلة لا أعرف من، ومرة باسم وحدة المسارات ومرة باسم الجهاد والإسلام، وكأن الشعب اللبناني هو قطيع من الأغنام تسوقه كيفما تشاء وساعة تشاء، وهي تفرض على الدولة وعلى الشعب اللبناني أن تأخذهم رهينة لتحقيق مآربها. لذلك نحن نعتبر في لبنان أن هذه المعركة ليست معركة الدولة، والدولة التي ليست لا تتخذ قرار السلم والحرب هي ليست بدولة أصلا، والميليشيا هذه معركتها مع إسرائيل هي معركة، يعني كما يقال في العامية اللبنانية حرب أهلية في بين الطرفين. وبذلك نحن نعتبر أن تحقيق المصالح بين إسرائيل وإيران وحزب الله يتم على حساب شعوب المنطقة، وما نراه من البروباغندات رغم كل ما نراه هو فقط لتحقيق مصالح الميليشيا وإيران، والشعب اللبناني يدفع الثمن. طيب أستاذ إيلي، أجدد الترحيب بكم. يعني من قبيل المصادفة والموافقة أنكم يوم ولدكم هو 14 من آذار عام 1968 وتنتمون إلى قوى 14 من آذار، هذه مصادفة عجيبة جدا. أستاذ إيلي، يعني تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت تحدث عن مرحلة جديدة من الحرب وأن مركز عمليات جيش الاحتلال يتحرك نحو الشمال، هل سيستجيب حزب الله لشروط إسرائيل وبالتالي ينسحب إلى ما وراء نهر الليطاني أستاذ إيلي؟ بدي أول شيء لكم يعطيكم العافية، لكم للقناة للضيوف الكرام. حياك الله. لا أدخل مباشرة بالسياسة لأنه هذا الموضوع يتعلق مباشرة بالسياسة. واضح بأنه كلا الفريقين أو الطرفين، خليني أقول الطرف الإيراني لأنه لا يوجد شيء اسمه فريق لبناني بهذا الإطار، هناك فريق إيراني أو مشغل إيراني والجانب الإسرائيلي. حتى اللحظة صار واضح بالحرب الكل يسعى لتسجيل نقاط إلى الأمام. الكلام عن تحضيرات لغزو بري أعتقد من الغباء بمكان أن يقدم الإسرائيلي على هذه الخطوة لعدة أسباب، هلأ مش وقت نقعد يعني نعددها، لكن الملفت والجديد بهذه الحرب يلي هي نوعية يلي لم يشهد لها لا لبنان ولا المنطقة، خاصة بموضوع الدخول إلى بيوت القياديين بحزب الله من خلال تفجير أجهزة معينة. لكن الموضوع مطروح اليوم حول تطبيق أو عدم تطبيق القرار الدولي رقم 1701. الملفت والمفارقة هون أنه من بعد 2006 أو خلال 2006، حرب 2006، سعى حزب الله جاهداً باتجاه الحكومة بذاك الوقت اللي كانت محسوبة على قوى 14 أدار لوقف إطلاق النار واستفحل لل 1701. اليوم أو خلال الفترات السابقة كان عم يتغنش حزب الله على 1701. وكأنه التاريخ يعيد نفسه من خلال السعي اليوم لوقف إطلاق النار، لأنه بالمعلومات الرئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي انتقل إلى نيويورك واللي لم يكن من المقرر أن ينتقل إلى نيويورك لأنه الحكومة أوفدت وزير الخارجية، واضح أنه حزب الله أوعز إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري كي يطلب من دولة الرئيس نجيب ميقاتي الانتقال إلى هناك، وسرت خلال الساعات الماضية خاصة خلال ساعات الليل
مع فارق التوقيت بين لبنان وأمريكا حاول وقف إطلاق النار لمدة 21 نهار. ليش هيدي ال 21 نهار يلي نحكي عنها؟ لأنه الواضح إنه حزب الله منهك ومدمر، وهلأ عم بحكي أنا وياك تتعرض الضاحية الجنوبية أو تعرضت لغزو أو لقصف من قبل طائرة F-35 واللي استهدفت الغارة مبنى سكني تبين بأنه يسكن به أحد قادة حزب الله. يعني هل قد الأمور مشتعلة وهل قد الأمور رايحة باتجاه تصعيد أكثر وأكثر؟ الحديث اليوم ليس للسياسة، الحديث للميدان. الميدان واضح بأنه الجانب الإسرائيلي مكمل ما بدأه، واضح بأنه لا وجود لا للعقل ولا للمنطق. نحن بهمنا بلبنان درء الخطر عن الأبرياء والمدنيين يلي ما لهم ذنب بهذا الموضوع. مشان هيك عم نشوف أنه الضحايا اللي عم تسقط، الأبرياء اللي عم يسقطوا من كل الأطياف، وهون ما في تمييز. طبعا الكل بيعرف، ومش هنا الحمائم بالسياسي اللبناني، انا من الصقور وموقفي واضح وصارم تجاه الميليشيا، لكن اليوم هناك خطر كبير يتعرض له لبنان، الجمهوريه اللبنانيه، الارض اللبنانيه، بعيدا عن الزج الذي زجنا به حزب الله. لانه بنرجع للاساس، من الأساس ما كان لازم حزب الله أن يزج لبنان بهذه الحرب اللي لا ناقة لنا بها ولا جمل، رايح تدعم غزة، بتدعم غزة من غزة وليس من الأراضي اللبنانية، وبالتالي نحن اليوم عم ندفع ثمن قرارات متهورة، قرارات طيب مجنونة، نعم. قرارات غوغائية أوصلت إلى ما أوصلت إليه. وإذا طيب. راح تكمل الأمور دون أن يتحكم العقل رايحين إلى دمار شامل للدولة اللبنانية. دكتور عبد الله، أجدد الترحيب بكم. يقول الأستاذ إيلي إن حزب الله منهك ومدمر، تتفق صحيفة الديلي تلغراف البريطانية مع ما تفضل به الأستاذ إيلي حيث وصفت رد الحزب بالمتردد والفاتر؟ هل هنا خيارات يمتلكها حزب الله للرد دكتور؟ سيدي أستاذ محمد، المشروع الصهيوني التوسعي، هذا المشروع يقوم على فكرة إضعاف الصديق وإضعاف العدو. دعنا نضع الآن هذا الكلام بين هلالين، إضعاف العدو وإضعاف الصديق. الآن الحزب قطعاً الآن تعرض إلى يعني لنقل نوع من أنواع الصدمة، وظهر هذا الكلام في خطاب الأمين العام ومساعد الأمين العام بسبب نوعية العمليات التي قام فيها الكيان الصهيوني. كذلك الآن على الجانب الآخر الكيان منهك، منهك كلياً. الكيان لم يتعود على فلسفة الحروب طويلة الأمد، الكيان يعتمد على فلسفة الحروب الرشيقة والحروب السريعة. الآن الكيان يستخدم السلاح لنقل الجو، ويستخدم كذلك السلاح التكنولوجي. الآن حسابات حزب الله وحسابات الآن الكيان هي حسابات معقدة، يعني الموضوع بالسياسة ليس عبارة عن معادلة رياضية على الإطلاق. الآن الكل يحسب ماذا سيجني وكيف سيدخل إلى طاولة المفاوضات. يعني الآن سياسة نتنياهو أن المفاوضات التي تحدث تحت القصف هي أجمل أشكال المفاوضات، وبالنسبة لحزب الله هو ينظر الآن ماذا سيخسر وماذا سيربح، وبالتالي هذه المعادلة معادلة مؤقتة منذ 2006 على مدار 18 عام وحتى الآن، يعني حرب 33 يوم التي أفضت إلى قرار 17-01. الآن بعدها بدأ حزب الله بإعادة بناء ترسانة، هذه الترسانة موجودة واليوم الآن موجودة في عقل نتنياهو. ما يدور في عقل نتنياهو اليوم سؤال واحد فقط، من يضمن لي أنه بعد 4 سنوات لن يعود حزب الله مرة أخرى ليطلق 7 من تشرين مرة ثانية؟ يعني الحزب يتمدد يزيد من ترسانته، فنتنياهو لن يهدأ على الأطلاق تحت أي ظرف إلا إذا سحب أسلحة حزب الله. يعني سكان الشمال ليسوا الآن حقيقة بحالة من الذهاب والعودة، يعني يذهبون إلى الشمال ويعودون إلى اللجوء، يذهبون إلى الشمال ويعودون إلى اللجوء. هذا الآن السيناريو سيناريو مرفوض في الداخل الإسرائيلي، وكذلك هذا السيناريو لن يقلع الآن نوعا ما حقيقة الشعب النازح الآن الذي دفع أثمان اقتصادية وأثمان نفسية. كما نعلم الشخصية الصهيونية شخصية هشة، خائفة، قلقة، ليس لديها انتماء، فبالتالي كيف تغريها على البقاء في مستوطنات الشمال في الجليل الأعلى أو الجليل الأدنى أو المناطق المحيطة فيها عن طريق الآن نوعا ما يعني قطع الموضوع مرة وطول العمر؟ لا نريد حزب الله في الجنوب اللبناني، هذا الكلام غير قابل للمفاوضات. نزع أسلحة حزب الله كليا،
وهذا الآن الوضع الذي يضغط باتجاهه نتنياهو. نتنياهو تعودنا منه الخدائع، تعودنا الغطاء الأمريكي يعني لنقل الواهي، تعودنا أن نتنياهو يقصف وأمريكا تغطي سياسيا. فبالتالي السؤال ليس يعني ليس فكرة هل سيقبل حزب الله أو أن حزب الله منهك أو أن يعني إسرائيل منهكة. الموضوع معقد، فيه مجموعة من الأيادي الإقليمية التي حقيقة تدفع باتجاه لنقل استمرار هذا التصعيد من طرف نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف، وكذلك الآن تسعى باتجاه التهدئة لنقل من طرف الدولة اللبنانية. الآن حزب الله يحمل الدولة اللبنانية العديد من الأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية. حزب الله هو عبارة عن برميل بارود مغروس وموجود الآن في جمهورية لبنان، وبالتالي الآن حقيقة منطقية التعامل مع الحزب يجب أن تكون بقرار داخلي لبناني بعيد عن القوى الإقليمية حتى ينظف لبنان ساحته. ليس مطلوب من لبنان اليوم أن يقصف حقيقة الآن لنقل إسرائيل ليقف بجانب غزة، ليس مطلوب من لبنان هذا الدور. لبنان دولة منهكة، هناك صراعات داخلية، صراعات الآن نوعا ما حقيقة في توفير حتى الآن يعني لنقل الاحتياجات الأساسية للمواطن اللبناني المنهك. فبالتالي الآن تحميله مثل هذه الضرائب في هذا الوقت، هذا الكلام يعتبر الآن كلام حقيقة يعني يضرب بعرض الحائط كل أشكال العقود الاجتماعية التي وقعها حزب الله حتى بين الآن لنقل المجموعات التي تنتمي له أو المجموعات التي تدعمه بكل الأحوال. هل الحزب منهك معناه سيترك هذه المعركة؟ الآن إذا لم يحقق الحزب الآن حقيقة يعني لنقل شروطه لن يترك. الحزب الآن قالها صراحة، لن نفصل عن جبهة غزة ولا إرجاع الآن للنازحين في الشمال إلا إذا حصل هناك تسوية. الآن لماذا لم يتكاتف العالم ويحدث تسوية في غزة بدل أن ندخل الآن في أتون هذه الحرب التي لن تبقي ولن تذر ويعني ستدمر الإنسان والبشر والحجر؟ يعني المنطق العالمي أين هو؟ المنطق العالمي لا يعرف الآن حقيقة إلا إذا أراد أن يعني يحدث نوع من الأغطية لحكومة اليمين الفاشية. الآن هذه المبادرة الفرنسية الأمريكية الآن حقيقة العربية التي حدثت، لماذا لم تحدث قبل؟ لماذا لا نعمل بشكل وقائي حتى نمنع الآن نوعا ما حقيقة استهداف المواطن اللبناني العربي العادي الذي ليس له لا جمل ولا ناقة بهذه الصراعات بكل الأحوال؟ دكتور طارق، يعني بدأ زعيم حزب الله حسن نصر الله في خطابه حسب ما حلله المراقبون بدأ خجولا هادئا غير منفعل، على عكس تصريحاته النارية قبل عدة سنوات عندما قال وإنه مستعد للذهاب بنفسه إلى سوريا ليقاتل الإرهابيين على حد وصفه. هل الرشقات الصاروخية المحدودة وغير المؤثرة هو ما كان يتوقع من يعني حسن نصر الله؟ إذا كان هناك من إرهاب في لبنان فهو إرهاب حسن نصر الله وعصابته، هذا أولا، لأنه هو عندما يريد أن يذهب وذهب إلى سوريا كان يتفاخر في ذلك، وصف كل سنة سورية بأنهم تكفيريين. وحتى هذه اللحظة في عز المواجهة مع العدو الصهيوني التي يخوضها لبنان والشعب اللبناني وليس فقط حزب الله، ما زال حزب الله الآن يقصف مناطق سوريا ومناطق إدلب بالصواريخ، والبارحة كان هناك عملية قصف وقتل للأطفال والنساء، وما زال حتى هذه اللحظة برر أن يتصالح مع الشعب السوري ويستسمح منه، ما زال مصرا على احتلال مناطق السير والزبداني ودمشق وحمص، وما زال حتى هذه اللحظة يعتبر السوريين تكفيريين. هذه العقلية التي يقود بها حزب الله وحسن نصر الله هذه الميليشيا، ويريدون من الشعب اللبناني أن يقف معهم ويدفعون الثمن لكل أهل الجنوب، بدأ في خطابه كما قلت، لأن الضربة التي أصابته لم يكن يتوقعها، وهي من ضمن المعركة العسكرية القائمة بين العدو وبينه، ولكن هو كان يستنظر أن يكون هناك تعاطف لبناني أو تعاطف دولي معه. وأنا أقول لك بكل صراحة، هذه ليست معركة اللبنانيين ولا معركة الدولة، هي معركة حزب الله الذي ساعة يشاء يقولها ما ضد إسرائيل، وساعة يشاء يقولها ضد يأخذها أو يعطيها عناوين ممانعة أو غير ممانعة، وساعة يشاء يعطيها عناوين مقاتلة التكفيريين الإرهابيين. حزب الله أصيب في ضربات عديدة وهذا من ضمن الصراع، ولكن حزب الله عندما استبشر بقوته الفوق الطبيعية في سوريا نسي أنه قاتل كان تحت طائرات أباتشي الأمريكية والسخورية الروسية لذبح السنة، واعتقد أن الأمور تمشي في لبنان على هذه الطريقة مع العدو الصهيوني. هم كانوا متفقين مع العدو الصهيوني ومع إسرائيل أقصد،
ومع أمريكا ومع روسيا ومع إيران على ذبح الشعب السوري وتشاركوا قتاليا جميعهم، والآن اختلفوا على هذا الموضوع. هو ما زال يحلم بنشوة النصر التي حققها الروس في سوريا على الشعب، واعتقد نفسه هو من حققها، ولذلك أعتقد أن ما قامت إسرائيل ضده يعني ضمن السياق الطبيعي لأي عملية استخباراتية بين شخص وبين فصيل وآخر يعني قديم. خطاب نصر الله بعد ضربة البيجر وغيرها ليست كخطابه قبل، وموقف اللبنانيين من الحرب ومن حروب الحزب بعد دخوله سوريا تختلف، وموقف العرب والمسلمين يختلف معهم، وإن كان هناك من مخدوعين بهذه المواقف حتى هذه اللحظة ومن بعض الأئمة والعلماء الذين يعني يبررون، فنحن على مبدأ اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. هذا مبدأ ينادي به آلاف اللبنانيين وآلاف السوريين والمسلمين جزاء بما اقترفت تلك الميليشيا، لأنه مجرد أن يخرج حسن نصر الله بقوة أو يعتبر نفسه منتصرا سوف يعود بسلاحه على الشعب اللبناني. أكثر من ذلك حتى نكون واضحين، عندما يعني استعمل حزب الله كل إمكانياته لذبح الشعب السوري كان يتفاخر أنه يساند محور المقاومة والمنعة. طيب. الآن نعم. سوريا هي أكبر لها حدود مع إسرائيل، لماذا لا تفتح جبهة الجولان؟ طيب. إذن هذه أمور يجب أن نعرفها الشارع الإسلامي والشارع العربي، ونحن في مطلق الأحوال الدولة جميعا عليها أن تتحمل مسؤولياتها، والشعب الآن التي الشعب اللبناني في الجنوب والبقاع آلاف منه أصبحوا لاجئين ومهجرين في سوريا كذلك وفي طرابلس، وبالتالي هذه سنة الحياة. وعندما يتحدث بعض منظري بحر المقاومة ومنظري حزب الله على أنه لا يعود لسكان الشمال الإسرائيلي، فرض العدو الصهيوني قاعدة أنه لا عود لسكان الجنوب ولا عود لسكان البقاع وسيضرب العاصمة. أين الرد الإيراني؟ أين وحدة الساحات؟ أين قوة حسن نصر الله التي لم كان يدعي أنها للردع ولحماية لبنان؟ فإن هي تنفجر به وبعصابته وأصبحت وبالا على لبنان، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها جميعا. لا يحمل اللبنانيين إلا الدولة والجيش، أما الميليشيا فهي تأتمر بأوامر من يحركها ويدفع لها، ويجب أن تحاسب على ذلك. أنا أشكرك دكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي، لديكم التزام، شكرا على انضمامكم إلينا. أستاذ إيلي، هناك من يقول أن التصعيد الإسرائيلي الأخير أظهر كم الخداع الذي يلتحف به حزب الله والمنخرطون في المحور الإيراني لإيهام الرأي العام، وغاية ذلك هو تحقيق مكاسب سياسية ومصالح خاصة، سواء هذه المصالح والمكاسب متعلقة بنصر الله أو بإيران. ما مدى دقة هذا الطرح أستاذ؟ دكتور عبد الله، ما دمنا نتحدث عن العلاقة الطيبة ما بين إيران وحزب الله، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عبر عن عدم رغبة طهران في اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وأشار إلى أن بلاده تريد السلام ولا تريد الحرب، وشدد على أن إسرائيل هي التي تسعى إلى خلق هذا الصراع الواسع بحسب تعبيره. هل نفهم من هذا التصريح أن إيران باعت حزب الله مثلما باعت حماس؟ أستاذ محمد، تصريح الدكتور مسعود بازشكيان في الجمعية العامة، يعني القمة كانت قمة المستقبل وغوتيرش دعا إلى قمة المستقبل لنقاش الآن المستقبل والسلام، فتصريحه كان تصريح دبلوماسي بكل الأحوال. هذا الرجل الآن كما نعلم جميعا هو وأركان حكومته لا يملكون الآن حقيقة من القرار أو من صناعة القرار شيئا. القرار يؤخذ الآن في إيران على عدة مستويات، وبالتالي الآن في نهاية المطاف هذا الرجل يعني الرئيس ينفذ الآن ما يتم الاتفاق عليه حقيقة ما خلف الكواليس. إيران الآن حقيقة تقول وتدعي أن إسرائيل هي من تصنع الصراع، وهذا الادعاء يعني لنقل حقيقي بمعناه العام، لكن يعني كمان الآن لننظر إلى الشق الآخر، هناك الآن مشروع الصفوي موجود في المنطقة، هذا المشروع هو من كذلك خلق الآن النزاعات والصراعات، وهو من خلق أنواع معينة من الميليشيات سواء كان في لبنان أو سوريا أو في العراق الجريح أو في اليمن. وبالتالي الآن كلام الرئيس كلام عام، لا يعني على الأطلاق الآن هذا الكلام أن إيران
ستفقد الآن ذراع من أذرعها، أو ستقطع الآن الحبل السري عن ذراع من أذرعها. الآن لنكون منطقيين، ماذا تستفيد من إيران لو قطعت العلاقة الآن مع حزب الله؟ إيران الآن لربما ستسيطر على غرب آسيا، يعني هم لا يعترفون بالشرق الأوسط، يسمونها غرب آسيا. لكن السؤال المهم جدا، ماذا تبقى لإيران من أوراق قوة؟ إيران الآن حقيقة بالمشروع النووي هناك الآن تعثر، يعني سواء كان الآن ما قبل جنيف، جنيف وما بعد جنيف بكل الأحوال. إيران الآن لا تثق بالأمريكي على الإطلاق، ورأينا ما فعله دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي. إيران لا تثق على الإطلاق بالمشروع التلمودي، يعني التلمودي بعدما يقتل العرب سيقتل الصفوي. وبالتالي الآن ما هي القوة التي تعتمد عليها إيران؟ تعتمد على هذه الأذرع السرطانية التي تم زراعتها الآن حقيقة في منطقة شرق المتوسط. الآن الشارع الداخلي بإيران أستاذ محمد متهتك جدا، ونحن نعلم الآن أن معظم من هم بالداخل الإيراني لا يؤمنون أصلا بفلسفة الثورة وفلسفة المشروع الصفوي. وبالتالي الآن على ماذا تعول إيران؟ إيران لا أحد يريد أن تمتلك سلاح نووي في هذه المنطقة، ونحن نعلم الآن أن المشروع النووي الإيراني مستهدف، يعني لربما الآن الدعم الروسي الصيني ودعم كوريا الشمالية قد يعطي الآن بعض الأكسجين يعني أساسها في إيران، لكن على الأرض في الميدان لا أحد يريد أن تمتلك إيران أي أسلحة نووية. وبالتالي قصة أن تتخلى إيران عن حماس وأن تتخلى إيران عن حزب الله، إيران دولة براغماتية سيدي. إيران الآن نوعا ما بالنسبة لها موضوع التحالف، هذا التحالف يجب أن لا يتقاطع مع المصالح الوطنية العليا للمشروع الصفوي. وبالتالي الآن عندما يتقاطع حقيقة الآن نضع التحالف جانبا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إيران ليس مطلوب منها حقيقة يعني أن تحتل إسرائيل، ليس مطلوب منها أن تقاتل مع حزب الله، ليس مطلوب منها أن تقاتل مع الحوثي في اليمن. هي تدعم لغايات براغماتية. هذا المشروع الآن هو مشروع توسعي، هذا المشروع التوسعي هو ما يقلق الآن بنيامين نتنياهو. نتنياهو لا يريد أن يرى أي قوة في المنطقة. نتنياهو يعتقد أن إضعاف الخصم وإضعاف الصديق هو يجب أن يكون أولا. حتى الآن يعني يمتد المشروع التلمودي. الآن رأينا إسرائيل تتحول من دولة كما يدعون ليبرالية ديمقراطية إلى دولة الآن تلمودية دينية إقصائية. من يحكم فيها الآن دولة يهودا والسامرة، من يحكم فيها الآن سموتريتش وابن غفير، من يحكم فيها من يعتقدون اعتقاد جازم بضرورة الآن إقصاء الطرف الآخر، سواء كان الطرف الآخر عربي أو كان الطرف الآخر فارسي. وبالتالي الآن هناك تضارب الآن في المصالح حقيقة في هذا الإقليم وفي هذه المنطقة. لكن بنهاية المطاف إيران لا تملك الآن حقيقة هذا الترف أن تتخلى عن أذرع زرعتها في المنطقة كي تفاوض، ليس حبا في لبنان وليس حبا في اليمن وليس حبا في العراق وليس حبا في حماس أو في غزة أو في المقاومة الموجودة بالداخل الفلسطيني. فبالتالي هي تعمل على مصالح الوطنية العليا، وهذا الآن ديدن السياسة الخارجية لإيران منذ 46 عام أستاذ محمد. أستاذ إيلي، أعود إليكم في السؤال الذي طرحته قبل انقطاع الاتصال، بأنه التصعيد الإسرائيلي أظهر كم الخداع بالنسبة لحسن نصر الله والمنخرطون في يعني المحور الإيراني. هل هو غايته ربما تحقيق مكاسب سياسية أو مصالح خاصة سواء من قبل نصر الله أو من قبل إيران؟ سبق وكنت عم بحكي عم أقول أنه ما في شيء اسمه حزب الله، في شيء اسمه إيران يلي أنشأت أذرع لها بالمنطقة وسميناها حماس من ضمنها الجهاد الإسلامي، الحشد الشعبي، حزب الله في لبنان. واضح بأنه إيران التي تشغل كل هؤلاء تستعمل هذه الميليشيات وهذه الأذرع على طاولة المفاوضات التي تحلم وتتحضر وتهيئ نفسها لعقدها ولنسجها مع واشنطن. وأصلا العلاقات أو التواصل ما بين طهران وواشنطن لم يتوقف بأي لحظة من اللحظات. صحيح ببعض الأحيان بيأخذ وتيرة تصاعدية، تارة يخف وتارة يقوى، لكن هذه المفاوضات وهذا التشاور قائم ولم يتوقف في يوم من الأيام. ملفين أساسيين لدى طهران اليوم بيعتبرون أولوية بالنسبة لألون. الأول هو الملف النووي، ويلي مثلا حملة ترامب اليوم عم بتقول خلال 6 أشهر بدي حل ملفين، الأزمة الأوكرانية الروسية والملف النووي مع إيران. والهاجس الثاني لدى طهران هو العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات التي تصادر والتي محجوز عليها من قبل ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية لكن من كل الدول التي تخضع إيران بالعقوبات. من هون عم نشوف
المشاهدة الإيرانية اللي عم بتستلذ فيها، زجت بحماس بغزة وهي تشاهد كيف يقتل الأطفال والشيوخ والشعب البريء بغزة. اليوم إيران تشاهد ماذا يصيب الشعب اللبناني، أو ماذا هذا العدد الهائل من الضحايا التي تسقط كل يوم، وهي لم تقدم حتى اللحظة أو لم تقدم على أي خطوة على الأقل لإنقاذ أو لمساعدة حزب الله، باستثناء مده بالمال وبالسلاح يلي تبين بأنه وكأنه في نقايفة مقابل دبابة، في طائرة من ورق مقابل طائرة F-35. ما في تكافؤ بالقوى الموجودة. قرار وقف ذبح اللبنانيين متعلق أنا برأيي بإيران، وهذا القرار يترنح على مستوى مصلحة إيران مع أمريكا ومع سواها. كيف السبيل للخروج من هذه الأزمة بلبنانة حزب الله وهو أمر شبه مستحيل؟ ليش عم أقول شبه مستحيل؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. الأمرة ليست في بيروت ولا في الضاحية الجنوبية، الأمرة في إيران. المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلم هذه الحقيقة وهي تعلمها جيدا، رفع كاهل السيطرة الإيرانية على لبنان، ساعة إذن ممكن أن نتحدث بالأمور الداخلية في لبنان. العودة إلى الدولة اليوم شبه مستحيل، خاصة وأنه قرار الدولة مصادر، لكن لابد أن تأتي هذه الساعة، لابد أن تأتي هذه اللحظة بإنقاذ لبنان من براثن الإيرانيين الذين فتكوا وضربوا ونهشوا ودمروا. كل اليوم اللي عم نشوفه هو صراع إيراني أمريكي إيراني إسرائيلي، وليس صراع بين لبنان وأي دولة أخرى حتى لو كانت هذه الدولة عدوة. السؤال المطروح، من الذي دفع بحزب الله؟ من الذي أعطى التعليمات أو الأوامر لحسن نصر الله كي يقوم بهذه المعركة التي أسماها معركة إسناد؟ طيب، هذا الإسناد الذي قام به حزب الله، اليوم لبنان يدمر ويتعرض لهذا العدوان الكبير والمخيف والهائل والخطير، استحلال شي دولة من دول المحور التي تدعي مساندة حزب الله من إيران وغير إيران، أن تقول نريد أن نقيم معركة إسناد للشعب اللبناني. أبداً، حب الدواء ما عم بفوتوا. للأسف بكرة الدول العربية والدول الخليجية هي التي ستعيد إعمار ما تهدم، هيك تعودنا وهيك عرفنا. إيران لا تدفع فلس على مستوى لبنان ككل، إنما تساهم طيب. وتمول طيب. وتساعد الميليشيا التي تشغلها. طيب دكتور عبد الله، سأنتقل إلى محور آخر، وهو يعني هناك الكثير من المراقبين يقولون إن تمكن إسرائيل من هزيمة حزب الله عبر هذه الضربات هو غير واقعي. ليش؟ لأن الحزب لا يزال يمتلك قدرات عسكرية لم يستعملها حتى الآن. الحزب يمتلك صواريخ وصفوها بالدقيقة، لكن لو تلاحظ على أرض الواقع الرد من قبل حزب الله يعني جاء دون تأثير فاعل، خاصة على الداخل الإسرائيلي. يعني أستاذ محمد، الآن حقيقة حزب الله كما يقال أو المعلن أنه يمتلك 100,000 صاروخ و5,000 صاروخ ذكي. بكل الأحوال رأينا الصواريخ التي استهدفت منطقة الجليل الأعلى، ورأينا الصواريخ التي الآن وصلت إلى تل أبيب. الآن بالإجمال العام، هل يمتلك حزب الله سلاح؟ نعم. هل يمتلك ترسانة؟ نعم. نحن الآن حقيقة الآن يعني لنضع الآن الأمور بميزانها الموضوعي أو المنطقي أو العقلاني. هل تأثر الكيان؟ نعم. هل الكيان عانى الأمرين؟ نعم. خسائر اقتصادية، تخفيض التسليف الائتماني، هجرة معاكسة. اليوم رأينا حقيقة الآن كذلك تخفيض آخر للتصنيف، هبوط الشكل، وجود الآن شلل في الحياة في المناطق الشمالية، ووجود شلل الآن نوعا ما حقيقة عند 10 مليون من الإسرائيليين. أحدث هذا الشرخ حقيقة الآن في العقد الاجتماعي الداخلي في المجتمع الصهيوني. أصبحت الآن إسرائيل دولتين، الدولة الآن دولة تل أبيب أو ما تسمى بالدولة العلمانية، ودولة الضفة الغربية أو ما تسمى بالدولة الدينية. الآن حقيقة هل أثرت الآن ضربات حزب الله؟ وجود حزب الله أصلا في المنطقة الشمالية يؤثر على إسرائيل، وهذا السبب الآن الذي يعني يريد اليمين المتطرف أن يقصي أي قوة الآن موجودة حتى لو كانت تملك صاروخ واحد. يعني بمعنى الآن هو ينظر الآن إلى
إلى غزة وإلى لبنان وينظر إلى سوريا وإلى الفصائل العراقية وينظر إلى الحوثيين باليمن حقيقة بعين الآن الريبة. ما حدث بعد 7 أكتوبر هو الآن كما ذكر وأصلا نتنياهو إعادة تغيير الآن حقيقة لخارطة الشرق الأوسط. الآن هذه الخارطة تغيرت، لكن من بدأ هذا التغيير هو ليس نتنياهو على الإطلاق. الآن من بدأ هذا التغيير هم المقاومة التي كانت أو المقاومة الموجودة في الجنوب، في جنوب فلسطين أو ما أو في منطقة غزة. الآن السؤال، عندما تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك تشكيلات عسكرية جديدة وتغير في الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وبالتالي الآن حقيقة يخالف هذا أيديولوجيتها وهي تفتيت المنطقة العربية إلى دويلات وتفتيت حتى دويلات إلى دويلات أصغر، فبالتالي الآن ستتدخل أمريكا. أمريكا الآن وعما بالإجمال العام راضية عما يحدث. أمريكا تقدم الغطاء السياسي لنتنياهو. أمريكا فعليا الآن هي من تغطي نتنياهو. أمريكا هي من تدعم الآن وعما حقيقة نتنياهو بهذه الحرب الآن الشعواء التي تحدث. وبالتالي السؤال المهم جدا، هل حقق حزب الله ضربة موجعة للكيان الصهيوني؟ نعم حقق، هذا منطق لا نستطيع الآن إخفاله. هل الآن كذلك الآن إسرائيل حققت ضربات موجعة للحزب؟ نعم حققت للحزب. الكتلتين الآن لو دخلنا بعقل الآن من يخطط في حزب الله هو الآن يريد أن يحقق أعلى درجة ممكنة من المكاسب، طبعا واضعا الدولة اللبنانية صفر على الشمال، هو لا يقبل لا بلبنان ولا باللبنانيين بكل الأحوال. ولو رأينا بالنسبة لإسرائيل، نتنياهو لمكاسب شخصية كذلك يريد أن يطيل أمد هذا الصراع ولا يأبه حتى بسكان الشمال ولا يأبه الآن بالمحتجزين في غزة. هو يريد أن يبقي هذا الصراع لأطول فترة لمكاسب سياسية حتى يدخل بائتلاف جديد الآن حقيقة في نهاية 2025 بوجود هذه الحرب، وبالتالي هذا يضمن له الآن تشكيل حكومة أخرى بكل الأحوال، لأنه لو فشل في تشكيل الائتلاف سيزج به بالسجن. وبالتالي الآن نتنياهو حول الدولة من دولة يؤخذ فيها القرار على المستوى الأفقي إلى دولة يؤخذ فيها القرار على المستوى العمودي، يعني بمعنى هو من يعطي والجيش من ينفذ. الآن الجيش كله تحول إلى ميليشيات، والقوى الأمنية والشباك تحول لميليشيات بين بن غافير وسموتريتش ونتنياهو لتحقيق مكاسب شخصية، وراءها يكمن الغاية الحقيقية وهو الآن المشروع حقيقة الديني الإقصائي الفاشي الذي يريد الآن نوعا ما بإسرائيل من الفرات إلى النيل. لا ننسى هذه النقطة أستاذ محمد، إسرائيل الآن ستستمر في هذه الفلسفة إلى ما لا نهاية حتى تحقق حدودها المزعومة من الفرات إلى النيل. هذا الآن لا يعني على الإطلاق وجود لا لبنان كدولة ولا سوريا كدولة ولا وأجزاء من العراق وحتى أجزاء من مصر. هذه الفلسفة الصهيونية التي يجب علينا أن نسلط عليها طيب المجهر السياسي بكل الأحوال. أستاذ إيلي، نظرا للتفوق العسكري والتكنولوجي الذي يتميز به العدو الصهيوني، وهذا ما أكده السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير، في هذا السياق تعتقد أن حزب الله لا يريد أن ينجر إلى حرب شاملة بمعناها العسكري المتعارف عليه؟ تعتقد ذلك؟ إذا أنا مني محلل عسكري، لكن لا التاريخ علمنا بأنه هو أي توغل إسرائيلي بري، نعم. يعني اليوم إذا إسرائيل بتعمل اجتياح بري أنا برأيي تكون مكسب لحزب الله وليس مقتل له، بالعكس ما تقوم به إسرائيل اليوم من وسائل متطورة بغاية الدقة تنفذ ضربات محددة. يعني على سبيل المثال الحصر، طبعا لا ليس دفاعا. أصيغ لك السؤال بطريقة أخرى، لم أسألك أستاذ إيلي عفوا، لم أسألك عن دعني أوضح إيه؟ النقطة، أنه الفرق بين 2006 واليوم، أنه بعرف بس بدي أقول شغلة ملفتة، أنه اليوم إسرائيل لا تقصف مثلا البنى التحتية في لبنان، جسور، عبارات، طرقات، أوتوسترادات، بينما في حين كنا نشوف بال 2006 قصف عشوائي وتوغل داخل القرى. ما بعرف إذا العقل الإسرائيلي اليوم يتجه إلى خطة جديدة لم نعهدها في السابق، لكن بدي أشير على نقطة كتير أساسية وكتير مهمة. نعم. لأنه بعرف حزب الله بده يحكي عن الانتصار الإلهي اللي بيحكي عنه دايما، وهو بيقولوا بالإنجليزي وضع حزب الله دايما win-win situation، بالنسبة له دائما رابح، يعني حتى هو خسران بده يقول أنه هو ربحان. حجم الضرر وحجم الخسارة وحجم الضحايا، حجم التدمير الكلي للقرى، إذا بدي شوف بين إسرائيل ما حصل في إسرائيل وما يحصل في لبنان، اللي بيزور الجنوب كارثي، منظر
يدمي القلوب. لا يمكن أن تتصور هناك قرى أصبحت بالأرض بالكامل. لذلك ما فينا نجي نحط أنه والله أنه حزب الله صحيح يقلق إسرائيل، صحيح أبعد الناس، لكن حجم الدمار، كم العدد الهائل من القتلى والجرحى والمصابين والمعاقين والشهداء لا يقارن. من هون بدي أقول بأنه لا إسرائيل إلى مصلحة تتراجع. حزب الله طبعا لن يتوقف اليوم قبل تحقيق بين مزدوجين نصر ما، لأنه بنهاية المطاف سيعود إلى الداخل، بده يرجع يرتد إلى الداخل حزب الله. وين بده يقرش هذا المكسب أو هذا الانتصار؟ بده يأخذ مكاسب بالداخل اللبناني، وهذا أمر يعني حتى لو تخلت إيران عنه، وهي تخلت حتى اللحظة كما فعلت مع حماس وكما فعلت مع أهلنا بغزة، إنه إيران ولعت المنطقة وعم تتفرج لحتى تقص المكاسب على المستوى العلائق بينه وبين الغرب وبينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور عبد الله، هناك الكثير من التحليلات السياسية تتحدث أن هدف إسرائيل هو ضرب صورة وهيبة حزب الله، وبالتالي إضعاف معنويات حاضنته وقواعده الشعبية خاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت. هل نفهم من ذلك أن إسرائيل تريد التحريض على حزب الله، وذلك من خلال إحداث خلل في موازين القوى داخل لبنان لمصلحة الخصوم؟ نعم سيدي أستاذ محمد، هذا واحد من الأهداف حقيقة التي تدور في عقل نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف. نعم. هو يريد أن يقضي على الحاضنة الشعبية حقيقة لحزب الله، وبالتالي رأينا الاستهداف الأفقي عندما استهدفوا 4000 مقاتل باستخدام أجهزة البيزر، فهو بالتالي الآن يريد أن يقضي كليا على الحاضنة الشعبية. لكن النقطة الأهم في هذا الموضوع، حزب الله تنبه لهذه النقطة. حزب الله ينشر الآن ترسانته في كل الآن المناطق اللبنانية، يعني رأينا استهداف، رأينا مناطق البقاع، مناطق الجنوب اللبناني، مناطق الآن الضاحية الجنوبية، يعني لربما الآن أسلحة حزب الله موجودة في مناطق لن يتخيلها إنسان، وبالتالي حزب الله كذلك الآن وضع الآن الدولة اللبنانية في حالة درع بشري، يعني حزب الله يخطط ويعمل. دعونا الآن نكون منطقيين في التحليل، حزب الله ليس غبي على الإطلاق، هو يخطط ويعمل لأيديولوجية، حزب براغماتي يريد أن يحقق أعلى درجة ممكنة من المكاسب. رأينا كيف يعصف بالكتل السياسية في الداخل اللبناني، رأينا أنه معطل في كثير من القرارات التي في نهاية المطاف كانت يمكن أن يعني تأخذ حياة المواطن اللبناني إلى الأمام، وما إلى ذلك من التداخلات كذلك الإقليمية في سوريا وفي العراق. وبالتالي الآن حزب الله خطط لهذا السيناريو، وهو يعلم أن هناك يمكن أن يكون اجتياح بمسافة الآن أفقية من 5 إلى 10 كيلو حتى الآن، وعما يصل إلى منطقة الليطاني. لو وصل الآن إلى جنوب الليطاني وانزاح الحزب إلى شمال الليطاني، هذا معناه أستاذ محمد أمر الآن بسيط جدا، أن اللبناني الذي يريد أن يذهب من جنوب الليطاني إلى الشمال يجب أن يأخذ تصريح مرور من قوات اليونيفيل أو حتى الآن من الجيش الإسرائيلي. وبالتالي هذا معناه ماذا؟ هذا معناه تصعيب الحياة مرة أخرى على اللبنانيين، هذا معناه وضع الآن الدولة اللبنانية كلها حقيقة الآن في حالة من التأهب، لأن الحزب الآن يعلم أن استهداف الدولة اللبنانية قد يعني يجلب الموضوع إلى تسوية دولية، قد تتدخل القوى الدولية، وبالتالي الآن تغطي على الحزب بهذه الطريقة الخفية. فالحزب الآن نوعا ما أعتقد أنه تنبه، أعتقد أنه ينشر مقاتليه في كافة المحافظات اللبنانية، يعني ليس فقط في الجنوب اللبناني بكل الأحوال. لكن هل إسرائيل تريد أن تضرب الحاضنة الشعبية؟ نعم. هل إسرائيل تريد أن تغتال حسن نصر الله؟ نعم. إسرائيل اغتالت فؤاد شكر، واغتالت الآن نوعا ما الحاج عبد القادر، وكذلك الآن نوعا ما ستغتال طلال حمية. كل هذه الأسامي موجودة أصلا على قائمة المكافأة مقابل الآن نوعا ما المعلومة الموجودة في وزارة الخارجية الأمريكية. فبالتالي الآن نتنياهو لعب اللعبة بذكاء، اصطاد الآن نوعا ما قيادات مطلوبة أمريكية، وبالتالي حصل الغطاء الأمريكي، وسيكررها لكن بطرق خبيثة، ويحاول بقدر الإمكان حقيقة يعني أن يضرب، لأنه كمان التدمير في لبنان من مصلحة إسرائيل الاستراتيجية. إسرائيل تعشق الدم العربي، تعيش على الدم العربي. إسرائيل هل نقول أنها تريد أن تدمر لبنان؟ طبعا، ولا يوجد إنسان عاقل على الأرض لا يقول أن إسرائيل تريد أن تدمر المطار، وتريد أن تدمر المصافي، وتريد أن تدمر الآن نوعا ما المساكن، وتريد أن تدمر كل شيء. يعني التدمير جزء من أهداف نتنياهو، ليس الآن نوعا ما موضوع يحدث الآن نوعا ما بطريقة طرفية. فنعم يريدون استهدار هذا الحديث. آسف للمقاطعة، ولكن بقيت لدينا دقيقة. أستاذ إيلي بدقيقة لو تفضلتم، تعتقد أن هناك دول الأستاذ إيلي انقطع الاتصال به. دكتور عبد الله بدقيقة، تعتقد ستدخل دول
على خط المواجهة العسكرية وتقف بجانب حزب الله مثلا سوريا، إيران، الحوثيين في اليمن، ميليشيات عراقية، ميليشيات باكستانية وأفغانية، بدقيقة لو تفضلتم، تعتقد ذلك؟ نعم أعتقد، لكن بطريقة خفية غير واضحة. وهناك الآن كان رسائل أصلا من أفغانستان ورسائل من بعض الدول الموجودة في الإقليم أنها سترسل مقاتلين، ورأينا التقارير التي يعني ظهرت في الصحافة الإسرائيلية عن وجود بعضهم الآن في مناطق الجولان، لا نعلم مدى دقتها، لكن أعتقد أنه سيكون هناك الآن نوع من أنواع الدعم البشري حقيقة، وهذا الكلام ستكشف عنه الحقائق خلال الأيام القادمة. أستاذ محمد، أشكرك. كان معنا عبر سكايب الباحث السياسي والخبير في حل الصراعات الدكتور عبد الله أبو عدس. دكتور عبد الله، شكرا جزيلا لوجودكم هنا، وأيضا الشكر موصول إلى رئيس حركة التغيير الأستاذ إيلي محفوظ، حدثنا عبر خدمة زوم، شكرا جزيلا أستاذ إيلي. وكان معنا عبر سكايب أستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندل. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، إلى اللقاء.